السلام عليكم، نرجع تاني نتكلم الآن عن الالكتريكال ستورج. الالكتريكال ستورج بنتكلم بشكل أساسي عن الباتري، والباتري في عندي والكاباستور والريدوكس فلو باتري. الكاباستور زي ما بنعرف الكاباستور عندي تو بليتس، واحد بتاخذ البوزيتيف تشارج والتاني نيجاتيف تشارج، والفرق بينهم هذا بولد لي بتخزن طاقه، ولما بدك تعمل ديسشارجنج تعمل ريليسنج لهذه الطاقه. والسي اللي هي الكاباستور، والكيو اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي بتتشارج، اي بدها تساوي 1 هاف سي في سكويرد بشكل عام. هذه الانرجي ستورز ستورد قد كاباستور. الباتري اللي عندي، في عندي الباتري اللي بتكلم على الاسيد او اسيد بيس باتريز، والاسيد بيس باتريز هدول يعني لما نيجي نطلع عليها بنعرف انه الليد اسيد هذه اول من عملت بلانتي هو اللي اخترعها في ال 1860، وفكرتها بسيطة. هذا في عندي كاتود وانود، وفي عندي الكترولايت. الالكترولايت بصير انا ايونيزيشن لما انا اعمل يعني اخزن عليه، فبصير الكاتود الانود بصير ديبوزيت البوزيتيف ايون عليه، والكاثود اللي هي الالكترونز عليه. لما انا اعمل بدي احط لود يعني بعد ما تصير فولي تشارج، بدي اعمل ريليس او ديسشارج للكباستر، بحط اللود وبصير عندي الفلو من الانود للكاثود، وبصير عندي فلو للالكترونز من الانود بروح لايش للكاثود، الفلو اوف الالكترونز. هاي الفكره تبعت الباتريز والايونز اللي بتيجي عليه. الايونز بيبقى عندي خلينا نقول يا اما البوزيتيف ايون بيبقى عندي عدد الهولز اكبر من الالكترون، والنيجاتيف ايونز بعدد الالكترونز اكبر. هاي في عندي التكنولوجيا الحديثه الان بتكلم عنها، الليثيوم ايون باتري. في الليثيوم ايون باتري عندي الاي بدها تساوي في في ان كيو الاي، والكيو اللي عندي الفي البوتنشال ديفرنس بتوين ذا الكترود ان النمبر اوف شاتلد ايون، الكيو كيو الاي تشارج اوف ا سنجل ايون الموجود عندي. واللي بنفكر فيه هذه التكنولوجيا الحديثة أو البطاريات الحديثة، وهذا عادة البطاريات اللي بنستخدمها في الجوالات أو في الأجهزة الإلكترونية زي اللابتوبات والنوت بادز وهذه مشتقاتها. عادة هذه السعر تبعها أغلى بكثير من الليد أسيد باتري، بس زي ما بنلاحظ هي يمكن لكل شيء فيه لها عمر افتراضي ولها عدد. بنتكلم عن المواصفات الموجوده، قديش العمر الافتراضي تبعها بيست ان دي او دي، بنيجي نطلع عليها قديش كل واحده وحسب التصنيع تبعها. وبنقدر يمكن تكلمنا عنه ايام ما تكلمنا على السولار سيستم، لانه هذه من ضمن الشغلات اللي بنفكر فيها كيف بدنا نستخدمها هناك. الآن قديش عدد السايكل اللي هي العمر الافتراضي إلها؟ في عندي من الشغلات اللي بتحصل اللي هي النيجاتيف الليثيوم اللي عندي دندرايت. الدندرايت ايش اللي عندي؟ هذا بصير تحليل لهذه شقة النيجاتيف ليثيوم، وهذه بتأثر على الأداء تبع البطاريات بشكل يعني رئيسي. فهذا از after repeating cycle، وعادة after تقريبا 100 cycle بتحصل هاي. to compare specific energy and power، بلاحظ الليد اسيد هي الانرجي density تبعها منخفض. بنتكلم هنا الوات اور بير كيلوغرام، وهنا بنتكلم على الوات اور اللي عندي الوات اور في بشكل اساسي في هذا المجال. ف
بالنسبة للفاليوم اللي هي السايز، بلاحظ هنا سمولر سايز، هنا بدها بيجر سايز، وهنا لايتر ويت هيفي ويت، ليد اسيد اكثر وزن واكبر حجم، الان اي اللي هي النيكل، بنلاحظ عندي بتيجي بعدها النيكل سي دي، ال اي ايون اللي هذا بتيجي هان، والال اي ميثل اللي هي بتيجي هان بنتكلم عنها، هذه من التكنولوجيا الحديثة، ولحتى الآن هذه انسيف، لأن هذه اللي بنتكلم عنها بتعطيني لايت ويت وبتعطيني حجم أصغر، اللي هي قلنا من ضمنها النيوكلير باتري والميتال ليكويد باتريز. هذه هي المنطقة اللي لسه موضوع ريسيرش وما نزلتش كوميرشال بشكل عملي في السوق. الريدوكس فلو باتري اللي هي الترند الجديد اللي بنتكلم عنه، اللي هو هذا بده ينزل السوق، يعني مواضيع نازلة السوق، هذه تعطيني ستورج ميديوم أعلى، في عندي الكترولايت هان والكترولايت هان، وفرق الفولتج بيختلف، فالباور سورس عندي بتعطيني هاير باور سورس، وبتعطيني هذه بشكل أساسي مور ستورج ميديوم، وبتعطيني لونجر إذا بدي أطلع عليها لايف سايكل لهذا الباتري. الآن كومبير سبيسيفيك انرجي اند باور، بلاحظ اللي هنا بالنسبة الوات سبيسيفيك باورز، وهذا سبيسيفيك انرجي وات اور بير كيلوغرام، اند هنا وات بير كيلوغرام، هاي بلاحظ اللي عندي السوبر كاباستور هم بيعطوني اخف وزن واعلى باور موجودة، بس شورتر تايم. اللي عندي الريدوكس فلو باتريز بلاحظ بيعطيني وزن اكبر، لانه هنا سمولر موجولر سايز في هذا الاتجاه، وهنا شورتر تايم، بتعطيني لونجر الموجود، الليد اسيد والنيكلوديوم النيكل كاديوم والصوديوم ميتال كلورايد تيجي هان، الايون تيجي في هذه المنطقة، ال اي ميتال بوليمر تيجي في هذه المنطقة، فبلاحظ انه هذه شورت تايم وهيفي، لما بدي اجي اطلع عليها للسايز كبير، هنا لونجر تايم بتعطيني بيجر سايز، الليثيوم هان تعطيني شورتر تايم هان، وايش سمولر ماجوال سايز الموجود عندي في هذا المجال. هاي الحارات اللي بتكلم عنها. الكيميكال ستورج بالنسبه للهيدروجين، سستينبل سوسايتي ويل نيد تو فايند ان الترناتيف فور فاسل فيول ان ا فيول The energy is stored in a chemical bond. يمكن لما نيجي نطلع كان آخر اجتماع اللي عقد في كوبنهاجن في إذا بتذكر 2014، كان الدول تعهدت بأنه تنزل global warming إلى 2 degrees في 2000، لما اجت بعدها باريس صار التعهد انه ال 2 degrees not efficient، بدنا ننزله لا تقريبا 1.5 degree global warming، فهذا من ضمن الشغلات اللي بدنا اياها، بدنا ندور على renewable alternative renewable energy بدل الفاصل فيول اللي هو بيعمل لي global warming. الهيدروجين as an energy carrier، انا لو دخلت الهيدروجين مع الاكسجين بعطيني المية، ولو حللته هذا بعطيني ايش، باخذ الهيدروجين الموجود. الانرجي انبوت ديفرنس از 143 ميجا جول بير كيلو وات، هذا بعطيني الايش از هيت الانرجي ريليس الموجود عندي، وهذا وين ستيبل بوندز ار فورم انرجي از ريليس الموجود عندي. زي ما بنلاحظ هنا في الانرجي دنسيتي اون بيرنينج، هان الليون باتري الناتشورال غاز بيجي في هذه الحاره، الايثانول والغازولين والديزل بيجي في هذه
الهيدرو هنا الانرجي بير فاليوم، وهنا ايش الانرجي بير الويت، بتيجي الهيدروجين في هذه المساحة لأنه بدي صح الوزن أخف بس بدي فاليوم ايش أكبر بكثير، وهذا مشكلة الهيدروجين اللي عندي. بس لما أجي أتكلم على البيرنينج يعني اللي عندي أعلى بكثير من التالي. المشكلة إذا أنا بدي أسوي بدي تانك كبير وبدي هذا تبقى انسليشن عالي، لأنه أي مشكلة في هذا بصير إيش عبارة عن انفجار. هاي مشكلة الهيدروجين. هيدروجين ستورج ان هاي بريشر، طبعا بدي أضغطه، فهذا بنتكلم على حاجة in the range of 700 bar و 70 MB composite tank اللي عندي quantum vent line. هاي الموجود عندي هنا مثال الموجود، وهذا مستخدم في التويوتا ميراي كار. هذا بتشتغل على الهيدروجين باورد باي هيدروجين، وفي استخدام الفيول سيل، وفي عندي الهيدروجين تانك والباتري وهي الماتور تبعها. وهذه سيارة موجودة بس طبعا مش مشهورة عالميا، مش بالخط الانتاج، لانه هذا بده هيدروجين مضغوط، وهذا بتتكلم عنها انها هذه السيارة هي عبارة عن قنبلة مضغوطة. الفيول سيل سيبريشن اوف ستورج اند باور يونت، انا بدي اعمل سيبريشن بينهم، هذا بتعطيني ايش الهيدروجين، وهذا زي ما حكينا بتشتغل على الهيدروجين اللي عندي. كيميكال ستورج بتكلم على سولار فيول، ان ذا لونج ران وي وود رادر هاف ا ليكويد از ا مين اوف كيميكال ستورج. عاده الغاز زي ما بنعرف بياخذ حجم كبير، فاسهل دائما لاي فيول انه يكون الليكويد فورم، بيعطيني دنسيتي انرجي دنسيتي اعلى من الغاز. هذا اللي حكينا عنه الجلوبال وورمينج بشكل عام. انا بتكلم في من هان ل 2050 انه حتكون عندي درجات الحراره الموجوده يعني اعلى بكثير من اللي بنشوفها الحين، يعني المتوقع انه تزيد الجلوبال وورمينج باي 5 ديجريز الموجود عندي. فانا اذا بنلاحظ في لحتى الان من لحديت ال 2000 التغير تقريبا درجة حرارة، بس من 2000 ل 2010 التغير أكبر، ومن 2010 ل 2020 التغير عمال بتضاعف. من 2020 ل 2050 التوقع أنه يوصل، إذا لم عملناش أي حاجة، أنه يوصل لأربع درجات، وهذا حائله تأثيرات حتكون على الصعيد العالمي. CO concentration in the atmosphere، طبعا هذا رافق الثورة الصناعية. بلاحظ هذا الكيرف في ازدياد ولينير، معناته احنا في خطر دينجر حقيقي، لانه حاجتين انه الصناعة عمال بتضخ ثاني اكسيد كربون في الهواء، والغابات اللي هي المصنع الحقيقي للاكسجين او تحويل ثاني اكسيد الكربون لاكسجين عمالنا قاعدين بنحز فيها. فهذه يعني بنعمل deforestation، وهذا ايش بيسوي يعني بنقضي على الغابات، فهذا احنا بنقضي على المصدر الحقيقي للتخلص من ثاني اكسيد الكربون. وهذا يمكن اللي سمعنا فيها الاوزون، بقعة الاوزون الموجودة عمال بتكبر اللي هي الثقب الموجود في الهاي، وهذا بدخل علينا بعرضنا ل اللي هي الجلوبال بروبلم والمشكله في ثاني اكسيد الكربون او مشكله في الكربون بشكل اساسي. هنا بنتكلم على الاميشنز اوف سي او او ان ذا اير من الصناعات. هنا كابتشر فروم ذا سي او كابتشر فروم اير، بنيجي نطلع عليه السولار انرجي اند ووتر بتحول جزء منه لو دخل عليه، البيس كيميكالز بتدخل عليه، واليوسج ان اندستري. احنا هذا عماله كل ما فيه بيزيد السايكل هاد، فاحنا بدنا نقطعها، بننقص الاميشن الموجود هنا بشكل اساسي، وبنزود التحويل عندي
من ثاني أكسيد الكربون إلى مية و لووتر عن طريق التفاعل المهان، وإلى مشتقات حيوية اللي تفيدنا في هاي. فإذا زودنا المساحات الخضراء فهي بتقدر تعمل لنا كابتشرنج لثاني أكسيد الكربون وتحولها لأكسجين. Before and after energy transition, convenient energy carrier. الإلكتريسيتي زي ما قلنا هي أفضل شيء، لأنه هذه الكاباسيتي فاكتور تبعها 1 أو 100%. الفاصل فيول من الشغلات الكونفينينت للإنرجي as an energy carrier، لأنه هذه من الشغلات اللي أنا بخزن الطاقة فيها as bound chemical bound، والchemical bound هاي تبعتها stable. السولار فيول والفيولز والبي في اند ويند انرجي، هذه الفيوتشر انرجي سيستم اللي احنا بدنا نشتغل عليها ونحسن فيها. السي او 2 نيوترال ارتفيشال فيول، فيرست وي نيد تو سبليت ووتر انتو هيدروجين اند اوكسجين يوزنج الكتروليسيس اللي عندي. بعد هيك الكيميكال بروسس بلانت، ذن وي كومباين ذا هيدروجين اند السي او 2 ان ا كيميكال بروسس بلانت تو برودوس هيدروكربون مولكيولز، وهذا اللي بنتكلم عنها اللي هي بنقدر نستخدمها. ويمكن من الشغلات اللي احنا بنمكن نستخدمها الامونيا، اذا حدا بتذكر ايش الامونيا. الامونيا هي عبارة عن نيتروجين وهيدروجين، وهذا من الشغلات اللي ممكن نخزن فيها الطاقة عالية. السولار فيول ات the BT electrolyte water is split into oxygen gas and protons and at the silver electrode the dissolved COO2 reacts with the proton and the electron supplied to form CO and water. والCO هذا اللي هي احنا قلنا unstable، واللي هو مصدر بنقدر جزء من اللي بنستخدمه في السنك جاز اللي عندنا، هاي الHTO بحوله بيعطينا هيدروجين وبيعطينا اكسجين وبيعطينا ايش البروتون الريليس اللي هي انا عندي الكترونز ريليس. السي او 2 بلس الهيدروجين بلس الالكترونز بيعطينا ايش السي او زائد ووتر، والسي او 2 بيعطيني سي او زائد ووتر. ذا اوفر اول رياكشن از اوبتين باي ادينج ذيس تو هاف reaction the conversion of the CO2 and water into CO and oxygen الموجود عندنا، وهذا الفورمولا عندي. making other CO2 neutral fuel such as ammonia زي ما حكينا. first split water into hydrogen and oxygen using electrolysis which we discussed previously. الآن then combine hydrogen and nitrogen in the chemical process plant where the nitrogen can be easily produced by cooling air to its condensation temperature forming الأمونيا. وزي ما بنعرف احنا 79% من مكونات الهواء العادي هو نيتروجين، و21% أكسجين يعني تقريبا، ولو ان الغازات الثانية تقريبا less than 1%، بس على اي حال هذا مكونات العامة للهواء. Direct ammonia production. Ammonia can be stored in liquid form and can be easily transformed back to hydrogen and nitrogen. Ammonia is also an important feedstock to produce artificial fertilizer. بنعرف الأمونيا هم بيستخدموه هذا الزبل الكيماوي الموجود عندنا، وهذا من الشغلات المفيدة للطبيعة. How to handle sustainable electrons. How to select the right storage اللي عندي. Delay use fluctuation electron sources. الconnectivity قلنا هذه أهم شيء. الإلكتريكال بنتكلم على electrical storage، بنتكلم على الميكانيكال والهيت، بنتكلم على storage in chemical bound زي hydrogen زي الأمونيا زي الهيدروكربون resources of fuel. We could approach this question from various angle. Investment costs هاي مهمة. Use of scarce material لأنه إذا أنا بستخدم material scarce في الطبيعة أو سامة هذه في إشكالية فيها. Focus on efficiency and availability، بدنا أكتر system efficient وأكتر شيء available لنحقق فيها. هذا بشكل عام الها.
لما بدي اجي اطلع عليها احنا storage conversion process always imply losses، وهذا شيء طبيعي لانه اللي بدخله مش حاخذ نفس النسبه. using smart grid solution and improving the connectivity of the network will improve efficiency. storage is required to cover for the remaining mismatch between demand and supply. Electrical storage in general has a good cycle efficiency, but it is an expensive solution and it is often not suited for long-term storage due to its volatility. Mechanical solutions are geographically limited and heat storage required enormous volume. لما نتكلم عنه لأنه الهيت بدي كميات كبيرة، يعني بدي لما أتكلم على المغارات كبيرة جدا، لما أتكلم هاي الجيوغرافيك ليميتد بدي مناطق جبلية فهاي محدودة، يعني أنا بدي أضخ مش على منطقة مرتفعة خفيفة، بدي أضخ لأعلى جبل، وأعلى جبل بدي يكون في مكان اللي أقدر أبني ريزروار فيه. الانرجي ستورج ان كيميكال باوند امبلاي سبستانشال converging losses and increases with the complexity of the molecular. However, given its high density and non-volatility, we will need this form of storage to provide the world with both fuel and resources. وهذه المنطقة اللي هي محل بحث علمي وفيها المستقبل بشكل أساسي. الآن لو بدنا نطلع بدنا نجاوب على الأسئلة هاي ونفكر في الإجابات. How are energy can be stored؟ يعني كيف أنا ممكن أخزن؟ What are the types of energy storage that are available؟ What are the main components of energy storage system؟ What are the determining factors influencing energy storage؟ What role does energy efficiency play in limiting future energy storage؟ Based on your view, how do you see the global prospect and future energy storage? هذه من الشغلات اللي بدنا نفكر فيها ومحل بحث علمي. يمكن أنا حكيت إنه حنعطيكم بيبر تشتغل عليه، هذه المناطق اللي ممكن ينشغل عليها في المستقبل. يعني كل واحد منكم التاسك اللي بدكم تاخدوه الحين قبل ما، يعني هذا حيكون في عندكم كويز في نهاية الأسبوع في هذه المحاضرة، يعني الأسبوع الجاي بعطيك أسبوع فيها، الأسبوع الجاي بجهز الكويز في هذه المحاضرة على أساس إنه بدي يكون عندك فيو أنا إيش وين رايح هذا المستقبل أو علم الإنرجي ستورج، إيش الحاجات المستقبلية اللي بفكروا فيها، هل أنا رايح لتكنولوجيا بطاريات أعلى من الموجود، لأنه بنيجي نطلع في آخر 100 سنة علم البطاريات وين وصل، آخر 50 سنة إيش حصل فيه. يمكن هذا موضوع بحث the future of batteries. يمكن البحث الثاني اللي ممكن الواحد يفكر فيها fuel cells اللي هي بتستخدم الهيدروجين، وين هذه رايحة. يمكن تطلع على موضوع ثالث بتكلم على inverted lakes زي ما حكيت، وين هذه في العالم وإيش البوتنشال تبعها. حتى عندنا في غزة ممكن نفكر فيها، ولو إن فيش عندنا فائض للطاقة، بس لو صار عندنا فائض طاقة كيف احنا ممكن نستغلها في هذا المجال. ممكن نطلع على حاجة تانية اللي هي وهذه المستقبل الحقيقي، بنتكلم على الكيميكال بوندز وكيف الماتيريال هذه، بدي اتكلم عنها حاجة نون فولاتايل وفي نفس الوقت ستيبل بوندز وبقدر استخدمها. فهذه من الامور اللي بدنا نفكر فيها as a research paper بالنسبة لموضوعنا. أوكي، هيك بنقولكم يعطيكم العافية وبنتمنى لكم التوفيق هذا الأسبوع، وبنشوفكم الأسبوع الجاي. الأسبوع هذا أتوقع فتح عندكم أو حيفتح هاليومين اللي هو الكويز اللي هو بتعامل مع الوحدة السادسة اللي مرت علينا اللي هي البايوماس. يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله.